كشفت مصادر مطلعة عن رفض وزير الخدمة المدنية توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بصرف رواتب الموظفين النازحين. وقالت المصادر ليمن شباب إن وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الوالي المحسوب على المجلس الانتقالي يرفض للشهر الثالث على التوالي أوامر وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بصرف رواتب الموظفين النازحين والامتثال لتوجيهات مجلس القيادة. وأوضحت المصادر أن الوالي يرفض الرد على مراسلات رئيس الحكومة الدكتور معين ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى التي تخاطبه بضرورة صرف رواتب الموظفين النازحين. واتهمت المصادر وزير الخدمة المدنية بالتعامل بشكل مناطقي وعنصري مع الموظفين النازحين من المحافظات الشمالية، حيث لم يكتفي برفض صرف الرواتب فحسب بل يمارس تحريضا ممنهجا ضد الموظفين النازحين. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد محمد العزيزي عضو ملتقى الموظفين النازحين بعدن. سيد العزيزي أهلا وسهلا بك. إذن ما آخر مستجدات إيقاف رواتب الموظفين النازحين؟ وسهلا بكم جميعا وبالساده المشاهدين. اولا دعنا نطرح ملاحظه على مقدمه تقريركم الخبري. للاسف الشديد ليس الدكتور عبد الناصر والي وزير الخدمه المدنيه هو من يقوم لوحده بالتعسفات ضد الموظفين النازحين بشكل خاص والموظفين اليمنيين بشكل عام، ولكن حكومه الدكتور معين عبد الملك منذ أن جاءت إلى سدة رئاسة الحكومة وهي تمارس تلك التعسفات منذ عام 2019 حتى اليوم. للأسف الشديد الحكومة السابقة كانت قد أولت ملف الموظفين النازحين خصوصا والموظفين بشكل عام اهتمام كبير، وبدأت بتشكيل لجنة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية وبعض الوزارات المختصة باستقبال الموظفين النازحين. ودعا الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تلك الأيام إلى زحف للموظفين الدولة من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية ليتم استيعابهم وصرف مرتباتهم، وكذلك بدأت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر حفظه الله بصرف مرتبات بعض قطاعات يعني الدولة، على سبيل المثال القطاع الصحي ونسبة 50% من مرتبات الجامعات في المناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وكذا بعض المؤسسات والهيئات الدستورية كاللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء. لكن للأسف الشديد بعد أتيان حكومة الدكتور معين عبد الملك توقفت كل هذه الانجازات فيما يخص بالملف هذا الملف الإنساني الهام. دعنا اليوم نضع النقاط على الحروف. أنا أحمل المسؤولية بشكل عام وبشكل خاص الدكتور معين عبد الملك على هذه التعسفات وهذه الإجراءات اللاقانونية واللا دستورية اللي يتخذها الأخ وزير الخدمة المدنية، سواء كانت تصرفات إدارية أو تصرفات وظيفية أو تصرفات عنصرية مناطقية. لا يعنيني ذلك، أنا ما يعنيني إن هذا الوزير يمثل يمثل الدولة اليمنية في حكومة الدكتور معين عبد الملك، ومسؤول عن هذه عن تصرفات أي وزير في هذه الحكومة هو الدكتور معين عبد الملك شخصيا. ولذلك نحن نرسل رسالة مفادها للدكتور معين عبد الملك، مفادها عما أن تقوم بصلاحياتك الكاملة والتامة أو قدم استقالتك يا أخي. نحن لن نسكت عن حقوقنا المهدورة والضايعة، سنقاضيك. وهذه التصرفات والتعسفات التي يلاقها موظفي الدولة اليمنية عموما وموظفين النازحين خصوصا يعني جرائم لا تسقط بالتقادم، وسنقاضيك أمام المحاكم المحلية والدولية على وجه الخصوص. نعم، شكرا لك عضو ملتقى الموظفين النازحين بعدن محمد العزيزي.